السيد اللي كان هنا كان بحال شويه خطيره تم النقل ديالو تم النقل ديالو ايه داز عليه مول رموك راه دخلت لداخل الموطور راه دخلت شدوه من تحت هادشي اللي غنقول لك شنو النصيحه ديال هاد الصحاب النصيحه لصحاب الموطور تمشيو غير بشويه وتكاسوا في الطريق وصافي هاد الحديث واش غنقول لك اخويا بالنسبه للدراجات الناريه هذا لا شايف هو عيا ما يحضي واخا يحضي تيعيا ان كاين واحد الزوايا كيتسموا الزوايا الميته في الشاحنه بنادم ما كيراعيش ليها ما كيراعيش ليها اول حاجه بعدا راه السائق كان جاي بعدا راك عارفي جايب السينيال ديالو السيد من الموطور جاي جنبه السيد على بالو دار السينيال قال من الموطور شاف السينيال غادي يدور معاه السيد من عارف الموطور غيدور وانت غادي مسرح لقدام وكاينين ديك الزاويه وجا في الزاويه الميته اللي ما غايشوفهاش الشيفور يعني عنده واحد الزاويه يعني كاينين كاينين اربعه زوايا خمسه زوايا ميته في الشاحنه كاينين جوج ديال لونترفيزور وكاينه ديال اللور وكاين القدام كاين واحد الزوايا ما كيبانوش بصفه نهائيه بالنسبه لهاد الشيفور هذا حنا كنعرفوه ربي معنا ماشي يعني ماشي تهور ما هذا الشيء هذا نقول لك انا مازال انا سائق مهني انا نقول لك فيا التهور هذا لا انا نجيك نيشان هذا حاله خاصه معنا مربي زعما كاين عندك الناس ديال الثقاله وداكشي يعني جامو الموطور راه كلشي حتى بعدا من تصحاب وسائل التواصل الاجتماعي كنت حضرتي حتى غتشد من الموطور غادي مع اليمن غادي والسينيال داير على اليمن يعني مول الموطور كون شاف السينيال اصلا غادي يدور معاه ما غيقدش يقطع وتا كاميو دار مع براكه مع الاخر قطع مع هذا ما شافوش جاه في الزاويه الميته ضربوا الحاله اش غنقول لك حاله ماشي كاين شي حاجه كراف وما كاين شي بليساج صغير بان لي واحد الضريبه هنا بان لي في واحد الضريبه هنا في صبعه يعني شي حاجه ما نجوش لا من هذا لا من هذا الله يشافي هذاك السيد لا هو ولا مرته هادشي اللي غنقول شنو النصيحه ديالك لصحاب الدراجات نصيحه الميساج لمن صحاب الدراجات والله انا شتيني كون جات عليا انا يقطعوهم بصفه نهائيه ما طر شويه الريسكاج و
وداك السياقه المتهوره فيها موجودين، وبنادم ما كيعرفش القانون، قانون ديال السير ما حافظوش، كيقول لك انا الاسباقيه ما خفيفه خلط ودخل. والله يهديهم، هادشي اللي غنقول، الله يهديهم. لا مرحبا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.